هذا هو المصنع الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط في مجال الألومنيوم المعزولة Good Sense Egypt، الذي يأتي امتداداً لمشروع ويل بوند الألومنيوم المعزولة لتغطية السوق المحلي. تم افتتاحه ليغطي 50% من استهلاك السوق المحلي. الحقيقة أنا سعيدة أن أنا موجودة النهاردة في محافظة السويس، وسعيدة بوجود طبعاً وبضيافة سيد اللواء المحافظ عبد المجيد صقر. بالتأكيد أنه افتتاح هذا المصنع للألواح المعدنية الألومنيوم A2، المصنع اللي في مصر الوحيد وفي أفريقيا، ده إنجاز جديد يضاف إلى الدولة. شراكة مصرية صينية سعودية لإنتاج ألواح الألومنيوم المعزولة تم افتتاحه بالمنطقة الصناعية عتاء بمحافظة السويس لتوفير المنتج المحلي لصناعة الألومنيوم. المصنع الجديد اللي اتعمل دون هيرفع المستوى الاكتفاء الذاتي في مصر يصل ل 30%. أنا كنت لسه بتكلم مع الباشمهندس بحيث إن بنديله فرصة استثمارية أخرى بالشراكة أو منفصلا، إنه يرفع كمان الطاقة أكتر، لأن كل ما نعمل صناعات قادرة على إنها توقف حد الاستيراد من الخارج، هو توفير للعملة، هو تشغيل للأيادي العاملة. Good Sense Egypt عبارة عن سلسلة من المصانع بتملكها شركة Good Sense العالمية في الصين وفي دبي وفي روسيا، ودلوقتي موجودة على أرض مصر. في طفرة في أعمال الكلادينج موجودة في السوق المصري، ولذا قررنا إن احنا يكون عندنا هذا التوجه إن احنا نبقى موجودين داخل السوق. وبالنسبة للمصنع الآخر اللي هو ويل بوند ده، هنخليه يبقى مخصص لأعمال التصدير لأفريقيا والأوروبا طبقا للاتفاقيات اللي هي موجودة في مصر ما بين معظم دول العالم. أسهمت الشركة من قبل في عدد كبير من المشروعات القومية كالخط الثالث لمشروع الأنفاق ومستشفيات التأمين الصحي وبوابات الطرق الإقليمية ومشاريع مختلفة بالعاصمة الإدارية والعالمين الجديدة. حجم استثمارات المصنع في شركة Good Sense مصر بيتجاوز $200 مليون ما بين 3 خطوط لإنتاج ألواح الألومنيوم المعزولة وخط لدهانها بأقصى سرعة ممكنة. مساحة المصنع بتتجاوز 16,000 متر مربع في منطقة جهاز تنمية شمال خليج السويس في توسعات عتاء. شركة Good Sense Egypt اللي هو الافتتاح بتاعها النهاردة دي شركة صينية وأول مرة تفتح في مصر مع شركة مصريين وعرب، والشركة دي امتداد لشركة ويل بوند ألومنيوم كومبوزيت بانل، الشركة اللي هي بتنتج ألواح الألومنيوم المعزولة، الشركة الوحيدة في مصر. في برودكتس كتير زي البرودكت بتاعنا بس احنا البرودكت المصري الوحيد. يأتي الافتتاح وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا بالتوازي مع الإغلاق الذي تشهده الكثير من بلاد العالم، وهذا يعكس خطة الاستقرار الاقتصادي في ظل مواجهة الموجة الثانية. مشروع على مساحة 16,000 متر مربع يأتي باستثمارات مصرية سعودية صينية تصل قيمتها $200 مليون، تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري في ظل الإجراءات التشريعية الأخيرة لقانون الاستثمار الذي يخدم الاقتصاد بشكل عام. صنع في مصر راية رفعها هذا المصنع كشعار من خلال تعميق المنتج المحلي لصناعة الألواح الألمونيوم وفتح أسواق تصديرية خارجية بقيمة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين متر مربع. جاكلين ماهر، إكسترا نيوز.